تواصل العمل ومتابعه العمل من قبل اقليم الحرس الوطني بمدنين، تمكنوا من الكشف عن مخزن بمعنى انواع مختلفه من الاسحه، هذا بيجي تمصرف على بعد 15 كيلومتر من معتمديه بن قردان، 45 كيلومتر على الحدود التونسيه الليبيه. المخزن تاع الاسحه فيه هذا 20 قذيفه ار بي جي، 20 حشوه قذيفه ار بي جي، قذيفه صواريخ ار بي جي، 40 لغم ارضي مضاد للمدرعات، زوج قطع سلاح نوع فال، 23000 خرطوشه، 30 ساعق رمانه يدويه، وكميه من الفتيل الساعق. بالنسبه لوزاره الداخليه تاكد على جاهزيه وحداتها في مجال مكافحه الارهاب، سنواصل عملياتنا في هذا المجال وخاصه في حمايه حدودنا. وانا نحب نشكر كافه الوحدات الامنيه والعسكريه العامله في الحدود التونسيه الليبيه، كذلك السلطات المحليه والجهويه نتاع ولايه مدنين على دورها في مساعده الوحدات الامنيه والعسكريه. نحب نشكر كافه مواطني ولايه مدنين والولايات المجاوره على تعاونهم مع الوحدات الامنيه والعسكريه.